تتركز على جانب دون جانب آخر، الناس مش يشعروا بأن المعاملة هذه من شأنها أن ترد الفعل، وردة الفعل عادة ما تكون سيئة. هذا في وسائل الإعلام، وكي نتحدث مع علي سي أحمد، كيف نجموا نتحدث على دور المدرسة، كيف نجموا نتحدث على دور المسجد، كيف نجموا نتحدث على دور الإعلاميين، دور الصحفيين، الإعلام السمعي وإلا الإعلام المكتوب وإلا الإعلام المرئي، هذا دورهم على السياسيين ودور المثقفين ودور الناس الكل، كلنا مسؤولين، المجتمع المدني كلنا مسؤولين. ولكن اسمع، احنا في حاجتين، ثم عملية متى تغيير، احنا في المرحلة هذه على الأقل نغيروا هاك الظواهر السلوكية اللي فيها العنف واللي تقوات والموجة متاعها احتدت بعد الثورة. هذه تحتاج إلى تغيير. علاش تحتاج تغيير؟ لأننا جميعا اكتوينا بنارها. يعني ما ثماش واحد مواطن نار تحرق راهي ما تخلي حتى شيء سي محمد، يعني إذا العنف راهي نار. يا لطيف، يزمك تقف وتعمل نظرة متاع تأمل وترى وتحمل المسؤولية، والمسؤولية يلزم كل واحد فينا يقول أنا عندي نصيب وعندي جزء منها. نعم. ما نحملهاش على طرف آخر. نعم. وإنما أتحمل أنا جزءا منها. نكمل. نعم. الفكرة هذا في إطار التغيير. فضل. لأن عندنا القابلية أمام الخطر الداهمي. نعم. وهو خطر العنف، قادرين على أن نوقف ونغير من سلوكنا. وثم العملية البناء، عملية البناء تحتاج إلى تخطيط وتحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى استراتيجية وتحتاج إلى أخصائيين وتحتاج إلى الكثير من الأشياء الظافر بكل ما بعضها باش نبني جيل قادم بإذن الله تعالى، قادم على ألا أن يتحاور وأن يتعايش وأن يختلف مع غيره دون عنف ودون قوة. نعم. نواصل مع المكالمات الهاتفية اللي توصلنا عن طريق التليفون 74 600 21 607. أخونا محمد الرمضاني من القروان، مرحبا يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي بارك الله فيك على هذا البرنامج، شكر الله لسعيك. يعيشك. أولا بارك الله فيك، يعني مسألة العنف والكلمة هذه الكلمة يعني في الواقع هي عامة، كلمة العنف هي عامة، هناك عنف لفظي، هناك عنف يدوي، هناك عنف صورة على المشاهد من الإعلام، وهناك عديد هناك عنف لباس، هناك عديد الأشياء يعني في الواقع. نعم. في الواقع هذه الأستاذ يعني تحدث على مختصين يعني في هذه المجال، هي في الحقيقة لا تحتاج إلى مختصين ولا تحتاج إلى أي شيء. في الواقع هو يحتاج الأمر إلى أن الناس تعود إلى دين ربها سبحانه وتعالى، أن تعود إلى الدين. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وسبب من أسباب العنف، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حديث حسن في الترمذي عن أبي هريرة أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال له لا تغلب. ومن بين أسباب العنف هو الغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا حينما الإنسان يعني يغضب ماذا يفعل، إذا كان قائم يجلس، وإذا كان وإذا جلس ولم يذهب الغضب فليتكع ثم فليتوضأ ثم فليصلي ركعتين. ثم جاء في الحديث ثم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول قال اتق الله حيثما كنت واتبع الحسن بالسيئة كم خالق الناس بخلق حسن. فالأصل في الإنسان أن يكون نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فطبيعة الإنسان هي طبيعة حسنة وطبيعة طيبة، فطرة من الله عز وجل، فترها على عبد أنه يكون طبعه حسن وطبعه طيب وطبعه، لكن من خلال ابتعاده، كلما ابتعد أكثر عن دين الله عز وجل إلا وزادت شدته وزاد عنفه وزاد. والأصل في هذه في الواقع المختصين في هذا هو الدواء الوحيد هو دين ربي سبحانه وتعالى، وأن يكون هناك أهل علم وعلماء يرشدون الناس وأن يتكلموا كلمة الحق ولا يخشون في الله لومة لائم، ثم تنشئ نشأة دينية، جيل ديني، جيل يعني يحفظ كتاب الله عز وجل حتى تكون. ومن أهم شيء هو تحدث في ريبورتاجك أخ وقال يعني الأخوة الوطنية، لا هي أصلها الأخوة الدينية، أن ننظر من الأخوة الدينية، أن يكون الإنسان يحب لأخيه ما يحبه لنفسه كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. يا محمد، وعندما يعني أيضا نحسن الظن بالناس حتى إذا أخطأ في
حقنا شخص أن نفصم الظن به وأن يكون فهذا جانب في الواقع هو الوحيد الذي سيعيد الناس بإذن الله إلى فطرتها وإلى توحيدها، هي أنها تكون ممتسكة بدين الله عز وجل وماسكة لهذا الحبل، حيث بإذن الله سيذهب عنا العنف والعنف بجميعه، سواء من أخلاق سواء من لباس سواء من ممارسته بيد سواء من هذا. وعلى كل اعذروني على الإطالة، لا بالعكس، شكرا على حماسك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا على حماسك محمد، واضح اللي انت تفاعلت تفاعل كبير مع الموضوع من خلال ردة فعلك اللطيفة. معناها الإنسان يتفاعل مع شيء، ساعات سي احمد معناها نلقاو في التدخلات نلقاو تشخيص ونلقاو اجابه. خونا محمد الان استند الى اجابه وقال عندما تكون فما مرجعيه واضحه للانسان في تعامله القيمي اكيد راهو مش يكون فما سلوك قويم ومش يكون ان شاء الله سلوكه طيب. ولكن تراشى ايضا استاذ احمد انه الانسان اذا كان حادة يلزم الردع، يلزم القانون اللي يخليه هو فعلا إذا كان القيمة الأخلاقية ما خلتوش يمشي للطريق القويم، وهذا مطلوب وذلك هو الأولى أن الإنسان يتعامل باللين وبالرفق. ولكن زاد أيضا القانون لابد أن يطبق، خاطر احنا اليوم نشوفه في الناس الكل معناها ساعات تتعامل باللين، ولكن نشوفه أنه بعض الناس زاد تخرج كيفاش نتعاملوا معه. تطبيق القانون هو من الوسائل الكفيلة بالحد من ظاهرة العنف، وسبق أن تحدثنا في هذا وقلنا مقولة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. صحيح أنه لا نعطي الأولوية للردع وإنما الردع يكون هو آخر الحلول، ففي البدء نبدأ بالتربية، نبدأ بالتوعية، نبدأ بالإصلاح، بالإرشاد، بالقدوة، يعني الوسائل اللين ووسائل الوسائل التي ليس فيها ردع وليس فيها عقاب، هذه اللي نبدأ بها. نبدأ بالتنشئة للصغار، بتحسيس الكبار، بالإكثار من الأمور التي تجلب الناس وتحببهم في وسائل ربما السلوك القويم. ربما فما في بعض المؤسسات تعلق لافتات ترشد الناس إلى نوع من السلوك معين، هذا كله مهم. إذا ترى ثقافة كاملة، هي ثقافة كاملة، هي تربية تحتاج كما قال أخي الأستاذ محمد، تحتاج إلى تخطيط، تحتاج إلى خبراء، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى وقت. قديش من الوقت يا أستاذ أحمد؟ قعدنا ديما نقولوا الوقت، ولكن الوقت راه معناها كنز ثمين، لابد أن نتعامل معه تعامل حسن أيضا. وهل تحسب إصلاح مجتمع فيه كثير من العادات السيئة يتم ويتأتى لنا بين عشية وضحاها؟ لا، ما يجيش بين عشية وضحاها، ولكن زاد لابد أن يسارع الإنسان في الإصلاح. وكذلك معناها مش الوقت ونصلح، معناها ساعات نقولوا صغيرة وصغير، مازال صغير تو يتصلح، مازال صغير تو يتصلح، تترسخ فيه الظاهر واللي بقاش ممكن أن نصلحوها بيسر. يا أخي يا نوري، كل أمر ينبغي أن يأخذ الأوان الذي يستلزمه، الثمرة تنضج بأوانها. نعم، ما نجمش ناخذ ثمرة البرتقال ولا المشمش ونقول يا خلينا نطيبها بسرعة، يلزمها تاخذ الوقت الكافي لتنضج الثمرة هذه. التربية مش ممكن نعطي للطفل الصغير جرعة من التربية في 3 أيام يقول له نعملوا دورة ولا رسكلة سريعة في 3 أيام تو نربيه تربية حسنة، لا، الأمر يستدعي معناها تدرجا. كذلك إصلاح المجتمعات، ترسيخ القيم الديمقراطية، قيم الخير، قيم العدل، قيم التسامح، قيم المحبة، هذا يحتاج إلى وقت. والوقت صحيح أن الوقت ثمين ويجب أن نبادر، عندما أقول يحتاج إلى وقت مش معنى ذلك أن نتراخى. لا، بالضبط، هذا هو المقصود. نعم، أي بارك الله فيك، وأنت أشرت إلى شيء مهم. يعني لا ينبغي أن نتراخى، ينبغي أن نبادر وأن نسرع. واليوم قبل غدوة،
بإصلاح هذا الأمر. نعم. نحن نحتاج إلى عزيمة كبيرة فعلا. ونحتاج إلى تضافر جهود، ونحتاج إلى أن يشعر كل منا بمسؤوليته، كما أرشدنا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. الأب راعي ومسؤول عن رعيته، والزوجة كذلك، رب العمل العامل، التلميذ، الأستاذ والمعلم، الشرطي، الممرض، الطبيب، السائس، الكل نعم. التاجر في السوق، صحيح. عامل البلدية، الكل مسؤول ويلزم يشعر بالمسؤولية. نعم. وإذا كان ما تزرع فينا الشعور هذا وتوطد في نفوسنا، فالأكيد أن الأمر حالنا سيتغير نحو الأحسن. نعم. نسأل الله أن يغير حالنا إن شاء الله. حالا إلى أحسن حال. نواصل مع المكالمات الهاتفية ومع تفاعلكم مشاهدينا مع موضوع العنف في حياتنا، أسبابه ونتائج وكيفية التعامل معه لإصلاح وضع إلى الأحسن والأفضل. خونا نجيب شعبان من صفاقس، مرحبا يا نجيب. مرحبا سي نوري، أهلا وسهلا بك. يا ربي يعينكم يعيشك. شكرا. هي السي أحمد والسي محمد، شكرا، نعتز به ياسر. المداخلة متواضعة، أنا حبيت أن نقصنا شوية برك من لا متلمزة. نعم. الحاج حبيت أن أقول ربي شو يقول، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. نعم. وفي المقابل شو يقول، كلمة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. صحيح. فهمتي. نعم. معناها كنا مسؤولين احنا، معناها إذا كانت تبقى مشكلة يا أخي وين هالكلمة الطيبة هذه؟ ذاك شوف الأصل نتاعها تلقى هالكلمة. الكلمة نعم. فهمتي؟ نعم. بارك الله فيكم على هالبرنامج. يعيشك. ونحييكم. يعطيك الصحة يا خويا نجيب، وشكرا على تدخلك. أنت أبرزت نجيب نعتبروها حل من الحلول اللي واجب اتباعها، وهي الكلمة الطيبة اللي تخلينا بالحق فعلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. يا سي محمد، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الله يبارك فيك ويبارك فيه هو الأخ نجيب، لأنه تحدث عن أمر بسيط، عن وسيلة بسيطة يمكن بها أن نغير بعض ما أصابنا في مستوى علاقتنا وتواصلنا. يعني الكلمة الباهية ما تخلي إلا الأثر الباهي ولو بعد حين. هذا الذي يعاملك بقسوة، أو هذا الذي يعاملك بغلظة، أو هذا الذي يتكلم كلمة سيئة، أنت ما عليك إلا أن تصبر، ما عليك إلا أن تكظم غيظك، ما عليك إلا أن تعلم علم اليقين بأن في هدوئك وفي عدم ردة الفعل السيد هذايا ربما حتى وقت بعد وقت آخر حاله يتحسن. نعم. وإذا كان هو قال الكلمة السيئة وانت رجعت عليه بكلمة سيئة، النتيجة على أن العنف اللفظي هو اللي ماشي، هو اللي ماشي هي الأسوأ، مش تكون باش تكون الأسوأ. إيه معناها تقوله أنت هو يكلمك بعنف، أنت تكلمه بلطف وبلين. اسمع، هذا شقول سي محمد، ما نحسب لك تو يقول لكم العين بالعين السن بالسن، كل ماشي هكايا. معناتها هو ربي سبحانه وتعالى اش قال؟ ادفع بالتي أحسن. ادفع بالتي ادفع أحسن. بالتي أحسن، مش بالتي أخشن. يعني بالتي أحسن في مستوى المعاملة الطيبة كلاما وسلوكا وموقفا إلى غير ذلك. وإذا كان أنا مش ندفع بالتي أخشن، إيش معناها؟ يعني مش نحل الباب لثقافة العنف ولانتشارها وأكون سببا من الأسباب التي تدعم هذه الثقافة. نعم. راهو هذا في جزء بسيط فيما تكلم فيه السيد نجيب عندما تدخل. نعم. أما عوامل أخرى راهي ثم عوامل أخرى متضافرة. نعم. أستاذ أحمد، ترى أنه الكلمة الطيبة نتائجها وفيرة على الإنسان وعلى السلوك. أردت أن أضيف قولا على قولين، قول الأخ نجيب وقول الأستاذ محمد، والكلام على الكلام صح. نعم. الكلمة الطيبة، بذل الكلمة الطيبة لا يستدعي منك جهدا ولا يستدعي منك بذل مال من غير فلوس، يستدعي صبرا إذن. يستدعي إيمانا أولا قويا. نعم. ويستدعي نفسا عالية، نفسا زكية، نفسا راقية. وقت الإنسان هكا توطن في نفسه الخير ومحبة الخير، حتى إنسان غلط معك عوض أن يسبه ماذا يقول له؟ يقول له ربي يهديك. نقولها حتى في الدارجة احنا، ربي يهديك أنا عملت معك بالله، أما خير ربي يهديك، وإلا
أنت سبه والعياذ بالله. هو ساعات تقول ربي يهديك يشريها لك، يقول لك ربي يهدينا ويهديك وأنت تلقاه يرد بعنف. ادفع بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن. ولا ربي قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. نعم. ادفع بالتي هي أحسن. نعم. فالكلمة الطيبة زيادة عن كونها لا تستدعي لا جهد ولا مال ولا، ولكن ثمارها. نعم. ونتائجها ثمينة جدا، نتائجها راقية جدا، هي كشجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فيخسارة علاش نفرطوا في حاجة ميسورة وبلا ثمن وبلا جهد ونتائجها كبيرة ونبقاو نتخبطوا في معنى الكلام. نعم. الذي يتراشق به الناس والذي. نعم. يؤذي المشاعر ويؤذي الأسماع. نعم، هو نتائجها كبيرة وأجرها عظيم يا أستاذ محمد. لما حبيت. نعم. أنك نكمل مع سي أحمد، راهي الكلمة الطيبة هي سهلة، ولكن قبل السهولة في إطلاقها ثم عملية متاع تربية. نعم. حبيت نربط الكلام الطيب بأمر أمرنا الله به. شنو هو؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يعني هذا اللي يعود اللسان متاعه. صحيح. على الذكر وعلى. صحيح. الابتهال وعلى الدعاء وعلى الاستغفار إلى غير ذلك ماشي رطبه، هو صحيح هو رطبه بذكر الله. نعم. يولي في المواضع التي يتعامل فيها مع الناس مش يخرج منه، ما تخرج منه إلا الكلمة الطيبة، لأنه ما تعود إلا على الكلام الطيب من خلال ذكر الله. هيك علاش الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله الرجل أي الناس أفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلم الناس من لسانه ويده. نعم. هيك ثقافة المسالمة، ثقافة المسالمة ما تقومش هكذا، وإنما تعود أساسا إلى التربية. كلاش نرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما ولم أبعث معنفا. يعني عملية التربية راهي موجودة في الدار كيف ما موجودة في المدرسة، كيف ما موجودة في الجامعة، كيف ما موجودة في وسائل الإعلام، كيف ما موجودة في كل الأماكن اللي داخل المجتمع. إذا كان ثم التضافر هذية أمكن لنا أن نتمتع بالاستماع إلى كلمة طيبة وأن نحب لغيرنا مثل أن نحب لأنفسنا. نواصل مع المكالمات الهاتفية. شكرا على تفاعلكم معنا مشاهدينا الأعزاء. أخونا محمد من القروين، أهلا وسهلا بك محمد. مرحبا. السلام. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيكم الصحة للبرنامج، وأنا حبيت أشكركم عليه ياسر. يعيشك. خاطرني من جراء العنف هذا عائلة كاملة معناها تحطمت نفسانيا ومعنويا ومادي. يا لطيف، كيف إيش هذا؟ والله كيفاش نقول لك، عندي شكون، عندي بنيه ما عمرها 13 سنه، معناها تعرضت للاغتصاب وتو حاليا مش موجوده في الدار، معناها وقعت لها الرؤوس يوم شبيه، ما الفائده فيها معناها اعطاكم اكثر تفاصيل خاطر هي تو مش موجوده في الدار، ومعناها من جراء ذلك معناها تعبنا نفسيا ومعنويا ومادي. صدقني معناها عائله كامله معناها تحطمت تحطيم كامل وشامل. ما بقيت شكون يقف معايا زاد، بالعكس معناها لا جمعيه. استندت الى القانون ام لا يا استاذ ياسي محمد؟ استندت الى القانون ولا لا؟ استندت الى القانون وما لقيتش حق. كيفاش قدمت قضيه في الغرض؟ قدمت قضيه والمتهمين معناها في حال فرار وما فما حتى شيء، ما لقيت حتى نتيجه، بالعكس لقيت روحي تعبت اكثر من الناس. به فانتظارا أن القضية تأخذ مجراها القانوني والقضية تأخذ سيرها العادي في التتبعات القانونية، أنت هنا دورك كأب أنه تقف إلى جانب الأسرة والعائلة في أنه تقلص من حدة هذا العنف. صحيح اللي أنت مورسة عليك أيضا عنف كبير، أنت كولي وكرب أسرة تشعر بالألم وتشعر بالظلم وتشعر بالقهر لأنه بنتك مورسة عليها العنف ومورسة عليها الاغتصاب، ولكن كيف تخفف من وطأة ومن حدة هذا الفاعل العنيف باش ما يكونش عنده مخاطر أكبر وأوسع على الأسرة؟ بالنسبة لي أنا ما قلي ملاك لي مش مقصر معها مش. نعم. كذا هي مناها استغلها في الانفلات الأمني في. نعم. الثورة مناها لي ماشي تقرأ تحويل وجهتها بالعنف وصار اللي صار معناها. نعم. بالنسبة للكوالي مش مقصر من ناحيتها،
أما هي استغلها لي مناها وقتها مريضة، هي مرضة ثانية وقاعدة تعالج فيها عن طريق الطب النفسي. وين موجودة هي توا بنتك؟ نعم قلت لي مش موجودة في البيت، معناها وين موجودة؟ والله ما نعرفش بالضبط، حسب تقريبا في صفاقس. ما تعرفش بنتك وين موجودة توا؟ بعد ما عملت موجودي خاطر ما حبيش نعطيك أكثر تفاصيل، ماذا بي احتراما ليكم واحتراما للسيادة واحتراما للمستمعين. نعم معناها أنت ما تعرفش مكانها الآن؟ تو مكانها مجهول. معناها الألم ألمان بالنسبة ليك وبالنسبة إلى العائلة. اش تعرف عائلة كاملة تحطمنا، صدقني أخوي العزيز عائلة كاملة تحطمنا. تو سي أحمد، ويبقى معنا الأخ الكريم في الاتصال، عندما يصاب المرء بمصاب جلل كيما هذا كيف يتعامل؟ لأنه نشعر بألم ونشعر بمأساته ونشعر بإحساسه بالظلم وبالقهر اللي للبو للعائلة للطفلة، وتحس بيه أنه نفسيا منهار. سي محمد، كيفاش يتعامل المؤمن مع هالمشاكل هذه الكبيرة العظيمة اللي تصيب؟ نقول له ما قاله الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عليه أن يتذرع بالصبر وأن يلجأ إلى الله، وفي نفس الوقت يأخذ بالأسباب ويجتهد في تتبع المسألة قضائيا. فهذا مطلوب من المؤمن أن يأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أعقلها وتوكل، يعني التوكل على الله واللجوء إلى الله لا يمنعنا من أن نمارس حقنا في المطالبة ب معناها إقامة العدل وردع الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر يستدعي تضافر كذلك كل من حوله. أخونا محمد ونحن أحسسنا بألم حقيقي الآن ونحن نستمع إلى هذه القصة المؤلمة جدا. حقيقة معناها كل من يستطيع أن يبذل شيئا في هذا لإعانة هذه الأسرة المنكوبة فهذا هو مجتمع المؤمنين. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم، وكمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلا بد نحن نهيب بكل من يستطيع أن يقدم العون ماديا أو أدبيا معنويا بكل صفة من الصفات ألا يتأخر لمساعدة هذا الأخ. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم شوف سي محمد، ساعات الإنسان عندما يرتكب فعلا ما يقدرش نتائجه الوخيمة التقدير الكافي، معناها في لحظة من اللحظات الوحشية، ربما انعدام الإنسانية، فقدان الإيمان الحقيقي، المجرم يفعل فعلته وهذا عنف كبير، ومع ذلك يفر وتولي الأمور هكاك، معناها وكأنه الإنسان عندما يقوم بهذا الفعل يفتقد إلى كل القيم. فماش قيم أكثر من هكاية مفقودة أنه يمارس عنفا واغتصابا على طفلة صغيرة عمرها 13 سنة. معناها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. سبحان الله، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلتقي الإيمان مع الزنا. نعم. يعني هذه فتاة قاصرة، فتاة قاصرة واحدة، اثنين هي مريضة مرضا نفسانيا، ثلاثة لا علاقة لها بهذا الذي يحدث في المجتمع، يعني تختصب ثم فيما بعد تلقى في مكان مجهول والله أعلم بحالها وما يحدث لها. وأنا نشعر كيف ما احنا الناس كلها تو نشعر بالحالة النفسية اللي مر بها الوالد والوالدة امتحها، وكان ربي سبحانه وتعالى في عونهم. على الأقل الواحد يقول أن هذا هو نوع من الابتلاء، نوع من الابتلاء، والإنسان في هذه الحال يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. يستعين بالله، يأخذ بالأسباب، وإن شاء الله من خلال هذا البرنامج والناس الكل اللي يشاهدونا اللي يرى يقدم أي مساعدة من أجل أن تعود البسمة إلى هذه العائلة، على الأقل ترجع لها بنتها، ولا أن تشعرك البنية في الأمان داخل الأسرة، فليفعل ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، وربي إن شاء الله يخلصوا من المحنة هذه هو وجميع أفراد العائلة. إن شاء الله. هو مؤكد أنه مثل هذه الوضعيات سي محمد هي وضعيات أليمة، ولكن هك علاش نقوله أنه نتائج العنف خطيرة على المجتمع،
وخطيرة على كل إنسان ربما يفتقد إلى القيم الأصيلة، وترسيخ القيم الأصيلة هي أساس التربية اللي تخلينا ننبذ كل هذه الأشكال العنيفة أستاذ محمد في مجتمعنا. أكيد يعني ترسيخ القيم الأصيلة هذا هو يلزم يكون المنطلق، وإذا فسد الحال يكون هو العلاج. وإعادة تأصيل القيم وترسيخ القيم أمر مطلوب على جميع الأصعدة، ونحن ما أحوجنا إلى أن نعود إلى قيمنا، إلى أصالتنا، إلى مرجعياتنا. فنحن مسلمون وأعزنا الله بالإسلام، ومش بالكلام إنما بالفعل، بمعناها أشياء حقيقية نقرأها في القرآن، نقرأها في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأها في الأحاديث النبوية، تتجسم في السلوك الصالحين من المؤمنين. ونراه قداش هكا الإنسان اللي تلقاه على الفطرة وعلى السلامة، تلقى سبحان الله حتى الوجه نتاعه تلقى عليه نور، تقول هكا شوف نوراني من رب العالمين، من عند ربي يعطيه ربي نور. هكا الإنسان تلقاه فاضل في سلوكه، في أخلاقه، في كلامه، ما تخرج منه كان الكلمة الطيبة. ما أحوجنا إلى هذا، الناس هذوما ما أحوجنا إلى صحبتهم، مصاحبة الأخيار. يا عباد الله يا مؤمنون، علموا وليداتكم كيفاش يختاروا أصدقائهم، وساعدوهم على اختيار صحيباتهم. وهكا الوليد اللي متربي والبنية المتربية كي يتصاحب هو ولدك، مش يأثر فيه التأثير الإيجابي. وحاولوا باش تبعدوهم على مصاحبة الأشرار، وديما راهو الخير والشر ثنائية موجودة في الدنيا، ولكن واجبنا أن لا ننفك عن مقاومة الشر وعن السعي بالخير. نعم. هذه المعادلة اللي يلزمنا ديما نحرص عليها. نعم، نواصل مع مكالمات هاتفية، ويبدو أنه المكالمات من القاهرة اليوم كثيرة وعديدة، ونحييه فيها مشاهدينا. مرحبا بكم جميعا. خونا من القروان مش يكون معنا الآن، محمد البرهومي أعتقد هكا. سسلاح، مرحبا يا سسلاح. أهلا وسهلا بك يا سلاح. الحقيقة احنا صلاح اللي سمعناه الآن من خونا محمد وهو يتألم ونتألم لألمه، يخلينا نقف جميعا وقفة مراجعة النفس. ساعات إنسان هل ترى يراجع روحه كيف يفعل فعلك يا من هذية؟ هل ترى يفكر في 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 ربي؟ يفكر في أنه فما يوم حساب؟ يفكر في أنه راهو إذا كان الدنيا ما أعطتكش حسابك، الآخرة مش يكون فيها حساب أكبر وأخطر؟ هذه أسئلة ترى يسألها ولا يقوم بمثل هذه الأفعال خويا الغالي؟ كيف تفعلت مع ما استمعت إليه؟ يريد تسمعنا من خلال الهاتف فقط، ما تسمعناش من خلال التلفزيون، لأنه لا يسأل ما سألها. نعم والله يعني بصراحة ما لقيت ما نقول، عززت على الكلام حسب ما شفت. طبعا يعني بصراحة مع كلام سيدنا أخويا محمد، الكلام اللي قالوا صراحة العنف، صراحة العنف اللفظي ولا العنف أنا بصراحة لا من لا يقبله حتى إنسان. أنت ساعات يمارس عليك أحيانا عنف في سلوك، هي المشاكل هو العنف اللفظي، الأكثر هي المشاكل اللي تجي من القنوات التلفزية صراحة. باهي، ترى أن الوافد القنوات التلفزية هي تبث في حاجات تأثر على السلوك، برشا مشاكل تبث على القنوات، واضح. القنوات الخاصة والقنوات والعام. سي محمد ومع مشكور خونا الكريم على تدخله، يا هل ترى الوافد علينا من القنوات ومن مختلف المحطات التلفزية كيف نتعامل معه؟ يا هل ترى يلزمنا نقول لها القناة هذه وإلا القنوات هذه لازم تتسكر كلها ومقاش نتفرجوا فيها، وإلا لابد أن نربي أبناءنا على أن نتعامل مع قيم
نتعاطى معها بالحكمة وبالتعقل وبترشيد السلوك، وإلا نقول له هذا حرام، هذا ما تتفرج فيه، هذا سكر عليك كذا، ما تخليش هذايا كذا، وإلا لازمك تتعلم على الباهي وعلى الخايب باش يعرف يميز هذا وذاك. اسمع، هو ولا الزمان الذي يتحكم فيه الأولياء في الأبناء مقاش تمه. نعم. مقاش تمه. قبل كان الوالد تلقاه يتفرج على الشاشة في البداية، يارا كان عجبه الشيء، عجبه ما عجبوش يسكر والعبد كله ترقد. توا في كل بيت تلقى ثم شاشة، تلقى ثم تلفزة، والصغيرات ما ثم شكون يحميهم ولا يحرسهم ولا يتبحهم، ما ثماش، يوليوا في عالم اخر. دي حتى الالعاب نتاع الصغيرات كما قال سي احمد، البلاي ستيشن هذه. نعم. هذه بالتقنيات الحديثه هذه ولات التربي في الوليد الصغير على العنف تربيه قويه. نعم. ولا العنف جزء من المكون نتاعه النفسي والعقلي والاجتماعي، يظهر من خلال ممارسته. صناعه ايضا العنف، ولا هي صناعه؟ نعم، هي صناعه، وهي صناعه وافده، صناعه وافده، ولا تتضارب مع خصائص الثقافه الاوروبيه ولا الثقافه الغربيه. ولكن نحن الحالة متاعنا، حالة متاعنا متاع ضعف، حالة متاعنا متاع تقبل، موش حالة متاع عطاء على المستوى. نعم. على مستوى الحضاري. نعم. تقول لي كيفاش نواجه الشيء هذية؟ المواجهة ما تكونش بإغلاق الشاشات، والمواجهة ما تكونش بالكلمات اللي هذا حلال وهذا حرام وسكر وما هو شبه إلى غير ذلك. لا، كيف ما قلت الساعة، راهي العملية تتصل أساسا بالتربية. ما هي طبيعة التربية التي نريدها لمجتمعنا؟ واحدة، طبيعة التربية هذه ما هي مرجعيتها؟ المجتمع الآن توا في مفترق متاع طرق، في مفترق متاع طرق. احنا في اللحظة اللي نتحدث فيها على الأسباب متاع العنف، نلقاه في فترة ماشي بعيد علينا، ثم ناس تدعو إلى يوم الناس هذا تدافع عن ضرورة فتح بالنسبة المواقع الإباحية. نعم. مواقع الإباحية، ثم ناس يدعو وجاهدوا توا الآن على أساس تكون مفتوحة وعلى أساس أنها تكون مباحة. هذه طبيعة متاع تربية وتعطيك توجه متاع مجتمع. ثم ناس توا يقولوا على أن الصغيرات كي يتعايشوا مع بعضهم، كي يمارسوا الجنس مع بعضهم، كي يكونوا متعرين مع بعضهم، أمر طبيعي. وبالعكس، هذه نحي عالم العقد متاع النقص. هذه النوعية متاع ثقافة موجودة. ثم ناس تمشي الأكثر من هذا، ترى لا مانع من وجود الزواج المثلي في مجتمعنا، الذكور مع الذكور والإناث مع الإناث. ترى لأن داخل المجتمع ثم صراع كبير ياسر، وثم ثقافات من الداخل، ثم شكون يتبنى الثقافة هذه بخيرها وشرها، حلوها ومرها، وثم شكون يحب يحافظ على هويته هذه، على أنه يتفتح على الآخر أو ينفتح على الآخر، لكن ما يضيعش المقومات والخصائص متاع الهوية متاعه. احنا ثقافتنا ثقافة متاع ستر، وثقافتنا ثقافة متاع محافظة، وثقافتنا ثقافة متاع لين ومتاع حياة، وإن لكل دين خلق، وإن خلق هذا الدين الحياة، ويعني وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إلو خيان اللي تكلموا في التو من خلال الروبورتاج الكل معناش يتحثوا على أن راه الحل الوحيد هذا فاش الحل الوحيد في العودة إلى ديننا. نعم. يعني الأمر واضح، يبقى الإرادة في مستوى تنزيلها كأمر آخر. نعم. إذن الحل في أن تكون لنا المرجعية الأصيلة أستاذ محمد في الاختيار، نتمسك بها لأن فيها الفلاح والنجاح والخلاص، هكا الأساس في التحول المجتمعي. نعم. اقتصاديا واجتماعيا وتربويا وثقافيا وسياسيا. نعم. حلنا أستاذ أحمد في أن نتمسك بهذه القيم النبيلة الأصيلة، المبادئ الثابتة اللي تقي مجتمعاتنا من كل شرور ومن كل عنف قد يسود الفرد في سلوكه وألف المجتمع. ليس هناك خيار آخر إلا العودة إلى الأصالة، إلى مرجعية الإسلام الحنيف، القيم الأخلاق، التربية الصالحة. نعم. والتربية الصالحة قوامها أسرة، والأسرة علمنا الإسلام من قبل نشأة هذه الأسرة. نعم. كيف نؤسس أسرة صالحة. نعم. كيف يختار الزوج زوجته، فاظفر بذات الدين تربت يداك. كيف تختار الأسرة الزوج الصالح لابنتها. نعم. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته. نعم. فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. هكذا إذن بهذه العقلية وبهذه النظرة يمكن أن نرجع إلى الطريق الصحيح
ونسير عليه لنبلغ شاطئ السلامة إن شاء الله. إن شاء الله نبلغ شاطئ السلام معكم مشاهدينا الكرام. نحب نعتذر للمكالمات اللي وردت علينا وربما ما استطعتش أن تكون موجودة معنا بالتدخل، إن شاء الله تكون في فرص أخرى موجودة معنا. شكرا على تفاعلكم معنا سواء كان بالأسئلة اللي وارد علينا في الفيسبوك ونجموا نجاوبكم عنها، والأستاذ أحمد يجاوبكم عنها مباشرة في زدني علما، والخط مفتوح أيضا للأساتذة الأجلاء باش يجاوبوكم عن هذه الأسئلة اللي توصل في البريد الإلكتروني وفي الفيسبوك. وفي الحلقة القادمة بإذن الله نزيد نفسح المجال لأسئلتكم اللي توصلنا باش نقربوها إلى الأساتذة الأجلاء. شكرا لك أستاذ أحمد، شكرا أيضا الأستاذ محمد مع التحية والتقدير، شكرا لمشاهدينا اللي تفاعلهم واضح من خلال المكالمات، ونشكرهم شكر خاص على التدخلات، وإن شاء الله يكونوا في فرص أخرى موجودة معنا بأكثر مكالمات. شكرا من كامل الفريق للمشاهدين الأعزاء على المتابعة وعلى الإصغاء وعلى التفاعل، وإلى اللقاء.